بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله يلقى الاستحسان ديالكم. وقبل ما نشرعوا إن شاء الله بوصفتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله تدعموني باللايكات ديالكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا لهذا اليوم هو غراتان جد جد سهل، يعني بسيط، مكونات يعني متواجدة في أي منزل، يعني تيوجد معكم فرمش تعين. نتمنى ان شاء الله تجربوه لانه تيستحق التجربه. بسم الله. نتمنىكم تجربوا لي انت يستحق التجربه وندوزوا ان شاء الله للمقادير وطريقه. بالنسبه للمقادير ديال الحشو ديالنا، عندنا واحد الصدر ديال الدجاج قطعته على هذا الشكل، شكل طولي. عندنا حبه ديال الفلفل الاحمر قطعته على هذا الشكل، وعندنا حبه الفلفل الاخضر. يمكن لكم تضيفوا الفلفل الاصفر، وكذلك يمكن لكم تكتفيوا فقط بنوع واحد حسب المتوفر عندكم في المنزل. عندنا حبه ديال البصل مقطع على شكل هلال. بالنسبه للتوابل، عندنا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البابريكا تحميره، نصف ملعقه ديال الابزار، ونصف ملعقه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر يعني اختياري. عندنا نصف كأس يعني مخلط بين زيت النباتية وزيت الزيتون. ودابا ندوزو ان شاء الله للطريقة. تناخد واحد المقلاة يعني فوق نار هادئة، تنوضع البصل ديالنا، تنوضع الزيت، تنخلي البصل ديالنا حتى يتقلى لينا. بعد ما تقللنا البصل ديالنا، دابا يعني نوضعوا الدجاج ديالنا. ونخليه حتى يقرب يطيب شويه اللي نوضعوا عليه الفلفل الاحمر والاخضر ديالنا. نضعوا الفلافل ديالنا، نزيدوا عليهم التوابل. حلية يعني ما نسيت، ما بالنسبه للمقادير يعني ما زدتكمش واحد المعلقه ديال يعني مركز الطماطم. صافي ليا الخطا دابا. دابا نخليو الخليط ديالنا حتى يطيب، ودابا ندوزو ان شاء الله باش نقادو يعني البطاطا ديالنا ونقادو يعني لا بيشاميل. بالنسبه لا بيشاميل، يعني تناخد واحد الكاسروله درت فيها جوج معالق ديال الزبده، يعني نخليها تذوب شويه، ونضيف عليها واحد جوج معالق ديال الطحين، نبقى نحرك يعني حتى يندمجوا عناصر بجوج. ودابا ان شاء الله نضيف السيترو ديال الحليب ديالنا ونبقى نحرك يعني حتى تعقد لينا لا بيشاميل ديالنا، ونزيدوا عليها يعني واحد شويه ديال الابزار والملح. ثم تخليوها يعني حتى تعقد. انا ضفت لها شويه الابزار والملح، يمكن لكم تضيفوا لها يعني حتى يعني تحكوا فيها شويه البوزه. ودابا نطفيو عليها النار.
تناخذوا واحد ربعه البطاطا حتى الخمسه تنقشروهم على هذا الشكل ونقطعوهم دوائر، يعني ما تقطعوهمش يعني رقاق، حاولوا تقطعوهم يعني موين لان باقي غنقليوهم ان شاء الله. دابا ندوزو ان شاء الله فاش باش نقليوهم يعني في حمام ساخن ديال الزيت. ودابا وصلنا ان شاء الله للمرحله النهائيه من بعد ما وجدنا جميع المكونات، يعني من بعد ما يعني قلينا البطاطا ديالنا في حمام زيت ساخن ورشيناها بواحد شويه الملح، ومن طبيعه الحال وجدنا البيشاميل ديالنا ووضعنا يعني على فوقها يعني مباشره البلاستيك الغذائي هكو، يعني باش ما تكونش لنا هذيك القشره تتكون في السطح. وجدنا الحشوة ديالنا تتكون يعني من الدجاج والفلفل. ودابا ندوزو مباشرة للستاف، تناخدو يعني البطاطا ديالنا يعني تنستفوها في أي مولين يعني تتواجد عندكم في المنزل، تكون هي هكا طبقة أولى. دابا ناخدو يعني الحشوة ديالنا نحاولو نبسطوها، بشاميل ديالنا يعني مرة فوق بطاطس.
دابا يعني ندخلوا يعني المول ديالنا في الفرن يعني على درجه حراره 180 تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 يعني حتى يتحمر لنا داك السطح ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تحيد لنا يعني الكغاتان ديالنا. كان هذا هو الكغاتان ديالنا يعني بعد ما وجدنا كما لاحظتوا يعني راه ما خدناش منه يعني واحد الوقت طويل. وبالنسبه للمكونات ديالو يعني متواجده في اي منزل يعني مقادير جد بسيطه يعني في متناول الجميع. تنتمنىكم تجربوه لانه تيستحق تيجي لذيذ بزاف تيجي رائع. كان هذا هو الفيديو ديالنا لهذا اليوم تنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وبصحتكم وراحتكم. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.